وطن منحازون للحقيقة. إكسبو تيك هو تظاهرة اقتصادية تقنية وطنية بتتم كل عام، من خلالها بيقوم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا مع المعلومات بتقديم آخر التطورات في هذا المجال، وبيعرض مساهماته في تطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني. اليوم بتعرض لحصار عالمي وإسرائيلي في مقومات هذا الاقتصاد، وإحنا كقطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات بنحب نواجه مجتمعنا الفلسطيني وكمان الإخوة الزائرين من دول إقليمية وعالمية على مدى الإنجازات اللي حققها هذا القطاع المهم في الاقتصاد الفلسطيني. هذا القطاع يعني حقق إنجازات على مدى 20 سنة الماضية، لكن هذا القطاع يتعرض اليوم لإعادة اجتياح من قبل الشركات الإسرائيلية وبدعم حكومي رسمي للشركات الإسرائيلية من أجل أن تقوي تغطيتها في الضفة الغربية. نحن اليوم قدام تحدي جديد لاقتصادنا الفلسطيني وشعبنا الفلسطيني، التمسك بكل ما هو فلسطيني ووطني، والفقط ليس العامل الوطني هو الأساس، لكن نحن نأكد كمان أن ننافس تجاريا وتقنيا لهذا الموضوع. أسبوع فلسطين لتكنولوجيا المعلومات 15 على التوالي. اليوم سيكون بداية هذه الفعاليات بالعشاء بحضور طبعا قطاع الأعمال، رجال الأعمال، المؤسسات، الحكومات، الوزارات المعنية، وتحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله. غدا سيكون طبعا الفعالية الرئيسية لهذا الأسبوع وهو المؤتمر تحت رعاية سيادة الرئيس. رفعنا هذا الأسبوع شعار مهم وعزيز على قلبنا للجميع، لأنه بمس كل حياة كل فلسطيني وليس متخصصين في تكنولوجيا المعلومات فحسب، وهو نحو مستقبل أفضل. وهذا فرصة بنفس الوقت إلنا كفلسطينيين. أنا بعتقد إحنا في اتحاد شركات أنظمة المعلومات في هذا المؤتمر سنطلق رؤيتنا أيضا للمستقبل. رؤيتنا طبعا بالأساس رح تكون على احتضان التكنولوجيا وبني اقتصاد وطني واعد قائم على اقتصاديات المعرفة. وطن منحازون للحقيقة.